دابا عطونا ها انجاز واحد داروا العمامره، شي انجاز واحد داروا العمامره ملي خدا الخارجيه. العمامره كان في الخارجيه، دار الكوارث الخارجيه ديال الجزائر. انه فشل ولا ملف. شوفوا اشنو وقع، شوفوا المكتسبات ديال الدبلوماسيه المغربيه، شوفوا شحال ديال المكتسبات ملي طلع العمامره. ملي طلعت العمامره فقط، خلينا المكتسبات السنوات الاخرى عندنا حنا كلها نجاحات. سؤال ديال الدبلوماسيه، فين اختفى العمامره؟ غايقول لي شي واحد لا العمامره كاين، لا العمامره ما كاينش. علاش ما كاينش؟ واش عمركم شفتوا شي وزاره ديال الخارجيه الرجل الثاني في الخارجيه اللي هو بلاني هو اللي ولا كيستقبل الناس؟ شدد الامين العام لوزاره الخارجيه الجزائريه عمار بلاني والسفير الصيني بالجزائر ليجان على ضروره التحضير الجيد لزياره الرئيس عبد المجيد تبون الى الصين خلال السنه الجاريه. استقبل الأمين العام للخارجية الجزائرية عمار بلاني الثلاثاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكرواتي جاري كابيلي، وقد شكل اللقاء فرصة لتجديد إرادة الطرفين ورغبتهما المشتركة في تعميق العلاقات الممتازة بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي وتوسيعه، لا سيما على ضوء المشاورات السياسية الجزائرية الكرواتية الناجحة التي انعقدت دورة. استقبل السفراء، رجعوا للموقع ديالهم، كاين هو هو اللي كاين. فينا هو العمامره؟ اختفى على الانظار. هذه الاولى. ثم شوفوا الشكل ديال العمامره في شي صور اخيره. السيد مضطرب، السيد مضطرب، الراجل بمعنى الحال النفسيه ديالو مضطربه. مزيان، ماذا يجري؟ كاين واحد المساله، باين بان الدبلوماسية المغربية زائد تبون بجوج نهو مع العمامرة. غيقول لي شي واحد كيفاش ناخذ الدبلوماسية المغربية بحدها؟ علاش جا العمامرة؟ العمامرة جابوه في بلاصة بوقادون. بوقادون سير بلون ديبلوماتيك ما حبش لو شونجمون. انا نقول لك انا جو سوي كوريكت ان بوين، كي تنحي واحد انت تجيب واحد اكثر خبرة منه il passe inaperçu. Donc la nomination de Ramtane Lamamra à la place de Boukhadou, personne de logique, il va contester. Pourquoi personne t'a dit que il a contesté? Parce que quand tu nommes quelqu'un plus expérimenté à l'ERA, ça passe inaperçu. Par contre, قالوا بأن بوكادو ما قدرش على الدبلوماسيه المغربيه، ما قدرش على الخارجيه ديالنا حنا. مزيان، شوف بوكادو جابوا بوقادون وجرات عليه مشى، جابوا العمامره. لا كتذكروا ملي جابوا العمامره بحال لا شي فرقه جايبه شي افونسونتر محترف، صافي ما كاينش شحال ديال الكتابات وغيرها. دابا عطونا ها انجاز واحد، داروا العمامره، شي انجاز واحد داروا العمامره ملي خدا الخارجيه. العمامره كان في الخارجيه، دار الكوارث الخارجيه ديال الجزائر. والعمامره ينتمي الى المجموعه ديال بوتفليقه، نساوها هذه المساله هذه، راه من العصابه، هو من العصابه. ونساو بان المجموعه الاولى، الحكومه الاولى اللي كانت غتكون مورا بوتفليقه، كان فيها نائب الوزير الاول، كان غيكون راه نائب متعين فيها، نائب الوزير. نساو الناس المساله. اذا جيب واحد من ديك المرحله، جابوه بمعنى راقي الوضع هو، لان حتى تبون كان في هذيك المرحله حتى هو. اذا ما تبدل والو في الجزائر، شكون هو الحين؟ شكون اللي راه بوتفليقه اللي ولكن المجموعه هذه كلها كانت مع بوتفليقه. اذا ملي كيهضروا على المرحله اللي دازت، راه كانوا هما اللي كانوا، شي واحد هو اللي كان وكيجيو شنو دار هادشي، نتوما هما اللي داروا هادشي. اذا هنا شنو المعنى ديال هنايا؟ هذا المعنى انه فشل ولا ملف. شوفوا اشنو وقع، شوفوا المكتسبات ديال الدبلوماسيه المغربيه، شوفوا شحال ديال المكتسبات ملي طلع العمامره. ملي طلعت العمامره فقط، خلينا المكتسبات السنوات الاخرى عندنا حنا كلها نجاحات، غير ملي طلع العمامره. شوفوا مزيان، شوفوا القرارات ديال مجلس الامن كلها في صالح المغرب، شوفوا شحال ديال الدول في المجتمع الدولي كلها مع المغرب،
شوفوا العدد ديال القنصليات، شوف التحول اللي وقع وسط الاتحاد الافريقي، شوف التحول اللي كاين وسط جميع الدول العربيه، شوف القمه كيفاش فشلات ديال القمه فشلات، فين كانت هذا كيفاش فشلات، شوف التوترات اللي وقعات، مثلا التوتر مع اسبانيا، التوتر مع فرنسا، شوف العلاقات مع المانيا فين رجعات، شوف هذا، شوف مع مالي المشكل فين وصل. هاد الامور كلها تشاف انا بان العمامره عفطة، بمعنى العمامره العفطة ديال العمامره، ام ماشي غنقولوا مصح، هما مساخير كاملين، عمامره ضمن المجموعه ديال المساخير، ام الطريق كحله تاع حاجه ما مقدر شنقريحه الطريق كحله، تبون طريق كحله، ولا عمامره طريق كحله، ام مساخير تاع حاجه، تاع حاجه عطونا دابا يخرج شي واحد يقول لك انجاز، غير انجاز، راه حتى القضيه اللي كيهلوا بها ديال اسرائيل وفي الاتحاد الافريقي وغيره راه مازال كاينه، مازال كاينه، مازال كاينه ولا شيء. وشوفوا عدد الدورات شي حاجه راه، وكملها في الاخر نتيجه الغباء ديالهم. ها هو الملف ديال الصحراء الشرقيه، ارجع للواجهه العمامره في البيان اللي كيقطعوا فيه العلاقات الدبلوماسيه المغربيه اش قال؟ قال 1963 طلع العمر وزير الخارجية قال بالأمس إن الجزائر كانت صبورة تجاه التهجمات كما قال للسلطات المغربية ضد الجزائر، وذكرها وقال أن هذا بدأ منذ عدة سنوات، يعني بعد استقلال الجزائر عام 1963، وذكر من 1963 وحالا كانوا دايرين شي أرسيدوك الكارنيات ديال الكريدي ديال الحوانت القدام، تلقى مول الحانوت كيكتب كل مرة يكتب يقول لك ديتي هذه هي اللي دايرينهم، اللي جا كيدير واحد الكارني من 63 خرج داك الكارني قال لك المغرب دار دار دار، احنا رجعنا 63، رجعنا الى القضيه الاساسيه دار الدوره، بما ان رسمتي واحد الدائره ارجع هو الدوره ديال 1963، ارجع من تما. هذا الجانب الاول على المغربي، معناها فشل في كاع الملفات. الحاجه الثانيه وهي تبون، وصلوا تبون، تبون المعلومات وهذه مؤكده، هو العمامرة أتلاحظوا بأنه شوفوا مزيان المجالس الوزارية، وشوفوا مزيان من اللي كيكون حدا بعضياتهم، لا بمعنى ما كيحملوش بعضياتهم، هذه ثابتة، شوفوا مزيان، شوفوا الأمور مزيان، شوفوها مزيان. علاش؟ لأن العمامرة شكون اللي جابوا؟ جابوا شنقريحة، ولكن شكون التوصية ديال من؟ التوصية ديال مدين وديال خالد نزار، هما الاعداء ديال تبون، لان تبون محسوب على القيد صالح باش نكونوا واضحين. ثم كتذكروا مزيان الفضيحه اللي خرجوها الفرنسيين لما قالوا بان العمامره كان مشى قال لفرنسا قال لهم راه تبون كاسيدور ونهار كامل هما يتنبؤوا الا جات الموجه الرابعه كي ايطاليا، يعني منظرين منين يخسر عليك على السته تاع العشيه راه مع صحابو الكاسيدور. قال هذه المساله واحد وزير خارجية كيقدم شهادة في الرئيس ديالو، واش هادي دولة؟ واش هادي دولة؟ مشا كيقولها، بمعنى فرنسا مشاو عند الرئيس ديالهم بحال واحد كي بحال واحد كيمشي بحال واحد كيمشي برقيه واحد بحال هكا، العلاقات متوترة. وهنا العمامرة معلومات أنه طلب التأييد ديال فرنسا باش أنه يترشح انتخابات الرئاسية الجاية، باغي يكون رئيس، وعنده الموافقه ديال شنقريحه وديال مدين وديال خالد نزار، وهما اللي غادي يتكلفوا باش انهم يحاولوا يطيحوا تبون بجميع الطرق. هادشي راه جاي، غتشوفوا الفيلم جاي، هادشي كله جاي.